exterior compartment of the leg. يعني الجهة الخلفية من ذكر أن شاهدنا بالجهة الخلفية سيارات مضبوط مضبوط لاكتس هذا مثلا two heads مال الجاستروكنيميس هاي two heads مال الجاستروكنيميس هاي كانت تاخذ من اللاتو كوندايل وعند الميديال كوندايل انترتد بمن بالكالكينيا الثانية تمام من نسوي لها ديسكشن راح يطلع لي عضلة هنا اسمها السمكة اسمها سوليس وعندي عضلة هي جاية من فوق العفو منها وهيج تمام هيج اللي هي شو اسمها بلانتارس احنا ذن ثلاث عضلات نسميهن كالف ماسل كالف ماسل تمام هاي الكالف ماسل لها فد كلينيكال سيجنيفيكانس يعني فد اهميه طبيه كلش عاليه لها علاقه مثلا بمرض الدوالي لها علاقه بالدوره الدمويه اللي تكون عكسيه مثلا من يصعد الدم من الرجل لفوق مثلا فينس الدوره الوريديه لان تعرفون انتم الدم من يطلع من القلب من يطلع من القلب وينزل في الجاذبيه تمام يعني الجاذبيه السحبه بس شلون ممكن الدم يتحرك من الاسفل لفوق واحنا عندنا الجاذبيه لازم اكو فد مضخه لازم اكو فد شيء شايف تعصر المي راح يطير لفوق تمام راح يطشر لفوق فهو هذا هنا من ضغطت بالضبط هنا العضلات اللي هي مثلا الجاسترو الدم مثل المال وينضخ الدم لفوق حتى يوصل الطريقه الى القلب وسبحان اللي انضخ وصعد الدم زين ليش ما ممكن يرجع مره الاخر فعل الجاذبيه بالوريد حصرا الوريد عندي فد فالف شنو هاي الفالفز هذني شنو صمامات اعتقد اسمهم بالعربي الصمامات هاي شنو تروح باتجاه واحد تمام بس ما ممكن يرجع الدم مره اخرى اتجاه واحد بس ما تمام هاي شنو انا حكيت لكم شيء بسيط هسه نيجي نحكي على يعني حكيت لكم الفكره الاساسيه مال المحاضره اليوم وبنهايتها اعتقد راح يحكي بس راح ناخذها بالمحاضره اللي بعد تفصيلا يعني جوي احنا كل صار شائع حكينا بيها ان كان بيها يفوت مثلا الكونيال كومن بيرونيال ارتري كومن بيرونيال العفو مثلا البوبلي كان عندنا مثلا التيبيال نيرف تمام اتوقع واضحه بالنسبه لكم هي شنو هي البوبلي ديتيل فور البوبلي ديتيل فور سما كان الركبه بس مو كان مش مكتوب عندنا بالمنزل وقت صور يعني او خيات صور بافي يقول لك كالف ماسكولار بامب يعني معناتها مضخه كالف ماسكولار يعني مضخه العضلات مال الكالف هاي الوس سي ام بي بودي سكندري هارت عندي هارت ماتي هذا يضخ لي الدم من فوق لي جوا يضخ لي الدم اللي بي من الباكس للاورده عن طريق الثاني لا هو يا هو القلب الثاني والد سم
اللي هو الكالف ماسكولار بامب يعني عضلات. يقول لك the heart beat يعني عضلات القلب pump the arm and foot يعني من فوق يعني الدم باك القلب بس رجوع الدم الكالف مثلا where the CMP come into play يعني وهذا هنا دور العضلات مال السي ام بي كالف ماسكولار بامب كالف ماسكولار سي ام بي از اكتيف شنو يعني يكون نشطة يعني تحت تأثير الحالة من أقول سي ام هاي العضلات مال رجلك it works as the body تكون نشطه وتحت تاثير حركه راح تعمل حتى تساعد للدم انه يرجع للقلب okay however the PMP works only when the leg is active من تكون alert يعني من خامله ما راح تشتغل ما راح تضخ during مثلا من تمشي شايفين مرات من تمشي مسافه طويله تمشي مسافات طويلة هذه المنطقة مال الكالف مالتك ومثلا running أو مثلا من تصعد فوق when the leg is rest and the CMP shut down بينما من عندك رجلك توقف يعني أنت ما مسها أي تقليص لهاي العضلات من وقت الراحة مثلا هاي راح تنغلق and the blood circulation is significantly reduced يعني شنو راح يقل reduced راح يقل خل أوضحكم يا بي وأنطيكم الحي على هذا الموضوع شاهدنا سخصة دائما أنا أغلب الطلاب يمكن جزء طب خاملة الرجلة راح يصعد يعني الدم ما راح ينضخ بسرعه لان يعني التخام لرجلك ما مسوي الكالف مسل ماتك ما مسوي لها اي حركه دائما مثلا يطبون المطعم ننصحهم انه شنو يقوم يمدد رجله او يقوم او يرفع رجله مثل ما دا يسوي هذا الشخص هنا يعني هو هيك ويرفع رجله وانه بينزلها يسوي فد هالاكسرسايز شنو حتى يخلي الدورة الدموية ترجع تشتغل طبيعيا وإذا مثلا هو على الدم سنة سنتين ثلاثة يروح للأسبوع بعيد وهو يطل مثلا 7 ساعات رجله خاملة بدون ما يسرق الدورة الدموية برماته هنا راح يصير عنده خطر الإصابة بمرض الدورة كل الأشخاص اللي بس واقفين يوقفون لفترات طويلة كلش لأن التأثير الجاذبية راح يزيد عليهم وعضلات رجليهم ما تتحرك هواي هذول الحرس مثلا أيضا راح تصير عندهم خطورة الإصابة بمرض الفينس فاكروسز يعني الدوالح تمام فأقول لك يا ترى إذا خاملة ما تشتغل إذا تسوي تمارين راح تشتغل ويضخ لك الدم فوق the pulsation of the adjacent arteries help move the blood out to the limb during rest ها اقول لك زين شنو اللي يساعد لك شنو اللي يساعد لك يساعد الشرايين شنو اللي مثلا اذا قاعد تمام وهاي مثلا الفتره اللي سولف لكم عليها مثلا توقف ساعه طويله بالسياره انت هنا فتره ريست تمام والكاف مصل ماتك ما جت تشتغل خوش حكي زين معقوله تموت يعني خلاص الدوره من لازم اكو فتح حل بديل بس هذا الحل البديل ما لازم يبقى هواي يشتغل يعني في حال انت مرتاح وما تقدر تسوي اي اكتيفيتي في حال انت ما تقدر تسوي اي نشاط اكو شيء بديل يساعدك بس ما لازم يبقى يشتغل شنو هذا البديل انه انا دائما اعرف انه الارتري اكومبانايد ويا شنو يعني الارتري ويا البين دائما مزدوج ويا الارتري يعني الشريان ويا الوريد سوا أكيد لهذا كلامي إنه أنا دائما اسم الشريان اسم فين نفس فيقول لك مثلا هسه نرسم لكم
هذا الشريان. وهذا مثلا بين يمشي وياه بصف. اوكي يقول لك يصير هنا النبض اللي يصير بالشريان، هو النبض وين يصير؟ بالشريان لو الوريد. تمام، نتيجة تدفق الدم بسرعة. هذا التدفق راح يعمل يعني تضغط على الديفو راح يسبب لي دوالي، يعني ما تحرك رجلك ويبقى بس تعتمد على الشريان شيء مو ضروري. هذا يقولك بس بالحالات الاضطرارية من انت for the option of the CMC function، يعني حتى الرئيسية لهاي العضلات هو شنو هو؟ heel rise. الهيل شنو؟ تمام، شنو يعني ترفع الكعب مال تاخذه بالقاع اسمه تمام. The heel rise motion contract تقلص the CMP which تضغط لك على اللين وذي كلوز فيتال كومبارتمنت، لانه احنا نعرف ان الفينز مثل الجريت سفن او السوبرفيشال فينز هذني اللي موجودات باللك موجودات وين؟ امبيدد وين؟ مضمون سبيشال كومبارتمنت. تمام، يعني اللي مثلا ما بين العضلات وما بين كذا، فراح تقلص لك اياهن قدام بالاورده المين باكس وذي هارت reverse the flow or reflux، يعني المعكوس التدفق المعكوس is prevented by the presence of one ha. يعني يقول لك درجع هسه هو الدم صعد من اوكي هسه ها ريست تمام، هاي وضع الريست عفوا هاي هنا هاي الريست هاي وضع الاكتف. اوكي تشوفون واضحة الصورة لو بنين واقفة مش طالع يا مش لا هو انا عابر على السلايد اللي بعده ما رجعت؟ اي اوكي هسه اعتقد رجعت. يا شباب رجعت الصورة ولا لا؟ خلي اعيد هذا. قل لك الريفرس يعني شنو اللي منعه انه يرجع لي ورا بنفس نفس الفين؟ اكو فد ميكانيكيه يعني ربانيه يقول لك بسبب البريزنس اوف لي تدفق الدم باتجاه واحد وان واي ما تسمح يرجع. زين شلون؟ خلي اكبر اسوي فد صوره مكبره بين انا ارسمها. خلينا نتخيل انه هذا هو الفين. تمام هسه هذا البين هذا هو البالب، هذا اللي شايفين الشعرتين هيك صارت مثل الشعر حبالك، هذا اللي هو البالب. خلينا نجيب الدم، مش الدم من مش 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 مثلا نقول ضغطت عليه هاي العضله ضغطت. تمام، تدفق الدم هالاتجاه، تدفق الدم هالاتجاه صحيح
مثلا جاء ريدر يعني مسدود قدامه، لانه راح يرجع ينطبق يعني من راح ينفخ وراح يرجع شيء يصير بعد الدم ما يقدر يرجع، الدم ما يقدر يرجع بالز عندي بينز تمام. بعد شوي مقطع يوضح لكم هاي الميكانيكا، واعتقد اللي متابعنا اول باول انا شارحه من زمان ومنزل عليه مقاطع هذا الموضوع. اوكي، كالف مسكول سوبرفيشال سافينس فينز لاي وذين ذا سوبرفيشال فاشيا، يعني يقول لك هذا اني السافينس فينز بس مو سافينس، مو الجريت سافينس فين، هذا اني السوبرفيشال سافينس فينز، هذا اني الجريت سافينس فين، هذا اني موجودات وين؟ سوبرفيشال فاشيا مو بداخل العضله، فاهمين شنو هي العضله؟ فاشل كومبارتمنت يعني ما بين مثلا هالفين بداخل السوليال ما بيناتهم، فمن يتقلصان يضغطان عليه. زين هذا الفينز اللي موجودات وين؟ هذني ما يتقلصان هذني ما له علاقه بهاي القوه to prevent venous blood from being forced outward into superficial fascia. يعني دقيقة خل الألوان بغيضان، هاي هواي طلاب ما افتهمت هذا اللي great saphenous vein تمام، وهذا اللي اسمه saphenous vein. متفقين؟ متفقين بيناتهن اكو superficial، هذان الموصولات. خلينا نتخيل، خلينا نتخيل تمام ان ما والاسم تمام، الدم جاي يتدفق بهالاتجاه، يتدفق بهالاتجاه تمام، هذني هذني subjected للفورس، يعني هذني بداخل السي ام بي، بداخل الكالف ماسلز، لا ما داخل. زين هم شنو هذن الفالفز اللي موجودات بهذا وموجودات بهذا على اليمين وعلى اليسار، من عندك انه الدم يدفق الدم بشبخ الدم راح تمام، راح يتوسع وراح يصير الدم بهن اكثر من اللازم تمام، راح يصيرن متينات، هذا ان السوبرفيشال المفروض يصيرن رفيعات بس انه ايش راح يصير؟ راح يصيرن متينات. زين صار متينات صار بهن هو دم، خوش حكي يعني اذا انترسد دم. زين هذا اصلا بال يعني بعد من هنا اصلا صار بهن دم هواي، فانا اريد اقلل الدم مالتهن اثناء عمليه الضخ، هذا ما راح ينضخ به دم ليش؟ لان اصلا ما له علاقه بالكالف ماسل، يعني انا حظل موجود بالسوبر هنا راح يبقى متجمع، فاهمين قصدي؟ يعني هن بعض اللي موجودات بين المتينات اللي على اليمين وعلى اليسار بالجريت سافنس، بعض اللي مامات اللي موجودات دم يروح اثناء الضخ يروح للسوبرفيشال فينز من تمام. ليش؟ لان اذا لا سامح الله صار فتخصص دم من خلال الفينز الكبيره السوبرفيشال فين والسمال فين انتقل الهن نتيجه خلل بالصمام، شنو راح الدم يعني راح هذا المفروض ما يبينن هذا السوبر هذا الشعريات فشل الفالف اللي لهنا وبالفالف اللي لهنا تمام، راح يتدفق الدم لهنا then superficial وراح يدم خوش من انترسن دم، انا بعد هذا الدم اللي موجود هنا هذا الدم اللي ما اضخه هنا ما اقدر ارجع للقلب، راح يبقى يتجمع هنا. ليش ما اقدر اضخه؟ لان superficial veins directly ويا فاهمين شباب
تمتوها لو لا؟ وضحوا لي بقية خوش وصلتها لكم، لأنه هواي هواي طلاب حتى من خارج الكورت لون على شنو كل ما اعرف يا دكتور شارح هؤلاء، بس انا درست يعني واحد على غير المصادر وشرحت ما راح يجي لو انا هذا اللي فاهمه من رحل ولا هذا الدكتور. يلا معودين نحكي ايش بيكم حيت شوي. اوكي يطول يعني. فمن راح يتجمع راح يصير دوالي، والدوالي تعرفون انه هاي نتيجة دوالي، بس راح يصير دم هواي then within the closed fecal compartment relax venous from the superficial into the يقول لك يا ترى من يصير عندك relax الدم راح يمتص منين نتيجة انه هاي شايفين مال التركيز العالي ياخذ تركيز تمام. انتوا هسه هذا يهربون من حكي، بس الدم يمتص الى الدم ما يبقى يتجمع بالانسان الطبيعي، بس اذا كان مطلع راح يبقى من الدم. لا تهتمون بهاي السوالف. نجي نحكي عن الفاروس فينس يعني الدوالي. veins that have larger diameter than normal and elongated يعني يقول لك فتبان الأوردة تحتوي على عدد متر قطر طبيعي وأكثر استطالة. It's called the super veins of legs. يعني superficial veins responsible for considerable discomfort and يعني هي مسؤولة عن عدد The back rose veins الدوالي ما بتتلخص may produced يعني ممكن فتخلل بالفالف and the perforating vein هذا الفين الأصلي من يعني ال great saphenous ولا أي vein exercise high pressure venous blood events and professional خطر الاصابه بالعنق قد ما اضخ اضخ كبير هذا الفين كبير لا بسوي فورس هنا قويه فورس هنا قويه إذا مو كلش الدم يعبر قوي ممكن يطفر شوية هنا تمام حتى نابو ديتيل فوس اللي هي تريانجلر نتيجة شنو نتيجة عضلات يعني المكان حتى مثل تمام من يذكر الفوسة شو اسمها بالأبل هاي اللي كانت بالأبتها هم يعني فد مكان اجاني دخلنا بي
arteries start معينة. mainly بشكل رئيسي من كونه كونه كان هاي تشابي البايس البايس اوكي حوالات هي عباره عن بعيد طلعت اللي يسوي اياها مثلا باي بايسبس فيمور بس البايسبس فيمور هاي عضله من العضلات اللي موجوده بالثاي كان لها تو هيد بعدين يسمع عن التو هيد مالتها يعني تمام هاي اللي كنا نعرف ان the most lateral muscle of the thigh posterior هاي مكان tendinosis تمام هاي لات medial head of gastrocnemius وهاي lateral head of gastrocnemius وهاي plantaris تمام popliteal fossa هي مثل الكيوبيتال فوسا بالابر لم popliteal fossa مثل الكيوبيتال فوسا بالابر لم عندنا ما اللي هاي بالقدام كما باللور لم البليتيوم البوبليتيوم صار دي اوكي فالمساهي شيء تركيب مثلث مثل ما عنده بعض الستراكشرات مثلا الفينز التيبيال نيرف وشو اللي سوى ليها هاي the more lateral muscle of tenosis وهنا نسميه membranosis تمام تمام وعندك هذا ال medial head of العفو اي ال medial head of gastrocnemius و lateral head of gastrocnemius هاي اللي تسوي وايضا عضله اسمها بلانت تارس هاي صارت اما اللي روحنا يصير انتيريور نيرف بوس تيريور تيبيال نيرف وعندنا هذا البوبليتيال فين البوبليتيال ارتري وليتيال كيف تطلع قدام انتر ماسكولار سبيس بين العضلات سيتويتد ات ذا باك اوف يعني متموضعه على الخلف مال النك الفوسا از ذا موست بروميننت وين ذا ني اكثر شيء تكون بين الفوسا وين ذا ني از فلكسد تمام يعني من تثير من السكن وبعد اكيد سوبرفيشال فاشل وبعد ورا السوبرفيشال فاشل وبعدين laterally the biceps femoris above ها laterally the biceps femoris above the head of gastrocnemius and below يعني فوق biceps femoris ومن جوا gastrocnemius شباب تقول بنين النت ضعيف اعتقد المحاضره ما راح تكون واضحه بالتصوير اتمنى يعني تكون واضحه قد ما ممكن
بس هي تقول انه اللاترال اللي يبي من جوا اللاترال الميديا هذا بس ميميس لين نعرف انه كل واحده هيد complete of us floor is formed from above downward by the pole gluteal surface down capsule oblique ligament هاي اللي تقصل gluteus muscle هاي العضله اللي صار غيره هيك تمام و deep fascia covering popliteus هاي الفلور شنو قصده قصد الفلور انه القاعيه مال البوبليتس شنو اللي مسوي ليها اكيد العظم مال الفيمر وورا عندي جوينت كابسول واكيد الليجمنت اللي تغطي الكابسول قلنا بعدين راح تجي البوبليتس ماسل اذا تتذكرون اذا تتذكرون هنا على البوبليتس ماسل هو كان عليها حد ديتيلز قلنا انه هاي العضله بيها هواي مميزات من مميزاتها انه هي داخل الكبس مال الجوينت داخل الكبسول صارت جوا الكبسول هسه راح نجي نحكي على الكونتنتس الكونتنتس يعني المحتويات مال البوبليتيال فوسا ذا بوبليتيال فيسل شنو يعني البوبليتيال فوسا يعني البوبليتيال فين بوبليتيال ارتي ذا كومن بيرونيال تي ان تيبيال نيرفز انا عندي كومن بيرونيال نيرف وعندي تيبيال نيرف و عندي ذا بوستيريور كيوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي شنو البوستيريور كيوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي هذا اللي قلنا يغذي لي اي شيء بوستيريور اي شيء كيوتينيوس اي شيء جلدي بالبوستيريور جابليوس الى الثاي الى الليج اللي جوا وعندي ذا جينيكولار برانش اوف ذا اوبتيريتور نيرف عندي هذا جينيكولار يجي منه وهيج تمام وتيرمينيت اوف سمول سافينس فين سمول سافينس فين ويمشي منه وينتهي منه تيرمينيشن يعني النهايه مالته كونكتيف تيشيو اند لينف نودز اكيد كونكتيف تيشيو واللينف نودز هذا شيء قاعد حكينا على البوبليتال ارتري فد ارتري صغير بس بهالمسافه يعني حرفيا يعني هو تقريبا من لحد هنا بس هذا اللي هو البوبليتال ارتري وراها قبل صار هنا انتيرير بوستيرير تيبيال ارتري وكومن بيرونيال ارتري بس بوبليتال فين كذلك بوبليتال فين جاي من اتحاد مال السمول سافينس والجريت سافينس هذا الجريت سافينس واس مال سافينس وهنا هسه بوبليتال فين لا لا نايس هالمنطقه مو يتحد يكمت ديبلي بليس اند بوبليتال فوسا ثرو اوبننج ان ذا ادكتور ماجنس يا بقينا ان هو شلون يدخل البوبليتال فوسا تذكرون من حكينا على البوبليتال حكينا على الادكتور ماجنس قلنا باللور اند اوف ذا ادكتور ماجنس عندي فد فتحه كانت اسمها ادكتور هياتس وادكتور كانال يفوت هاي بايل اوب هو فوت بيها يصير اسمه popliteal artery من فوق الفيمال artery من يعبر هاي الفتحة اللي بالادكتور ماجنس شو يصير اسمه popliteal artery أنا هسه من جد أحكي ما جابوا على الآيباد أنا مغمض عيني أتخيل مسار الارتري شلون فات شلون نزل إنه بعدين شلون فات بهاي الفتحة اللي مو مايت الادكتور ماجنس أنا عقلي مو كمبيوتر خمس كله صح أنا أحكيكم وياه بس صار هواي من شرح هاي المحاضرة هم يحتاج لإلها مراجعة فوالله من دا أشرح لكم مغمض عيني وأتخيل شلون ينزل الدمبي فلذلك التشريح عبارة عن imagination و observation شنو يعني كتخيل تخيل هذا شو وقت يصير من تغمض عينك تتخيل الستركتشرات شلون تفوت شلون تخترق الترات و ك observation بالاطلاع للأسف احنا الاطلاع ما عندنا موجود بالجانب الكلية العملي مالتنا بس اطلاع مهما يكون كاطلاع على اليوتيوب كاطلاع تروح اي مكان ثاني ممكن تشوف فيها ان شاء الله اي طلعنا على الموضوع انا بس نحكي as a continuation of the femoral artery it ends at the level of the lower portal of popliteus muscle هو حكينا ان بنهايه popliteal muscle راح ينقسم الى into anterior and posterior tibial arteries هذا muscular اكيد articular branch مني عشان شيء غادي أنت أكثر شيء أنا قادر لي posterior compartment ولا lateral.
بحكين الفوف تيلفين تمام formed by the junction of the ileal artery yeah احنا قلنا ان كتيبيوم بس فهم من يوصل بالدور اوف بوبليتاس مسل راح يتحول كبوبليتال passes through the opening in the adductor magnus to the femoral vein اكيد اكيد بس هاي الادكتور هنا شنو احنا مو قلنا هاي الادكتور ماجنس كلها شو صعب يابا حتى صب هاي البين تمام اكثر popliteal vein lies superficial to the artery يعني popliteal vein يكون فوق popliteal artery هذا اكثر شيء ممكن يجيكم عليه امسك تمام اكثر شيء ممكن يجي عليكم امسك النيرفز حكينا على الفيسلز هسه نحكي على النيرف سيبيول هذا اكيد هذا جاي من فوق من السياتيك والبيرونيال نيرف هذا بيرونيال تمام Entering the fossa from posterior compartment lies just beneath the roof of the sulcus. It's highest. The observation, essentially. I said, I don't have. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. بعد انت هاي هذا جت تمام هاي ال ها هاي مثل هذه اوكي هاي الصورة مو واضحة كل I mean of subcutaneous I last had a subcutaneous داخل تيك in the fat دائما الليمف نود بالذات وين تشي او دي بوبلي سي كلوز بارت تي ارتري اوكي نجي نحكي على الجوينت عالية واضحة بعد راح نحكي جوينتس موجود واضح لفتة موجودة خوش حاجة خير طلاب أصليكم بال احنا خاين جوينت عندنا ماني جو بروكس تي بي اللي بين التي بي والفيبيولا وعندنا يعني بالتي في والفابيلا نسميه فوق تي في هاي التي في وهاي اللاترال كوندايل ومتفقين ان الفابيلا علاقه بالني جوينت يعني ما لها اي بالني جوينت كنا في محطة سبعة شرحنا التشريح مال الأذر فاسيتس في الفيمر تمام اللاترال سيرفيس أو اللاترال دايل أو الفيمر شنو يعمل ويا الفاسيتس حتى يسوي لي هذا الجوينت يسميه تي بروكس نجي نقاط الشين بين لاترال كوندايل والتي بي ديفكتور كلرز لات يا مستطع كفرد الاشباع دائم تطوح طاق الهاتف يتحمل تمام بي
حتى تزرع. واكيد نعرف ان ساينوفيل من الابر ليفت، الابر ليفت محاضره 6 مال الجوينت، ويا يعني عمليه تزحلق هنا، تزحلق اللي تصير and surrounded by cow يعني membrane اللي تمام this is membrane which connect يربط لك بالشافت مال التيبيا فابيولا together so train the joint وأيضا يقوي لك joints nerve supply منين من وراح يجي برون لما قلنا الكومن برونيال نيرف راح يختار the neck of the fabula بعدين divided into the deep peroneal nerve وهذا اللي منه هذا deep peroneal nerve وهذا superficial peroneal. The deep كان يغذي لي anterior compartment وهذا يغذي لي lateral compartment. بس من اللي يغذي لي هذا الجوينت اللي هنا؟ يا اللي يغذي لي ال common peroneal nerve. Movement small movement small amount of gliding movement يعني فتح حركة تزحلقية بسيطة، أنا ما أحتاج من عنده حركة قوية العفو، أنا هذا الجوينت ما أحتاج، أنا ممكن من أنا أقفز من مكان كسر تجي الصدمة مباشرة للبون، أحتاج شوية حركة تزحلقية هنا يعني تمام حتى لا تجي الصدمة حتى force transition عملية نقل قوة منا لهنا. هسا حكينا على proximal هسا احنا نحكي على distal. fibular joint. distal اكيد هذا هنا calcaneus هاي مال هاي distal end وهاي distal end مال مال الفابيولا تمام تمام كالكين همين اكو هنا سيركلر ما بين التيبيا والفابيولا همين راح يصير عندك عندك في الارتكليشن يسوي لي جوينت ارتكليشن بين الفابيولار نوتش ما بين الفابيولا هنا تمام ويامن ويا اللور اند اوف ذا فيبولا تمام. end of the fibula. The opposite bony surface are roughened. يعني شنو؟ راح تكون خشنة. It's fibrous joints. كان عبارة عن fibrous joints و no capsule. تذكرون بال upper limb من قلنا هنا قسمناها إلى سيرفيسز اللي ما يتحركن و دي سيرفيسز شنو؟ نوع من بال و ال distal tibia fibular joint great strength اكيد تروسين قوي ال joint nerves come nerves هذا اللي جنب الكوره هكمل movement only small amount of movements during the movement of the ankle joint which fog a proximal tactic نصر حركة الني لأنه هو قريب على الني هذا نصر حركة هسه اليمن هي على الني جوينت احنا بالمحاضرة اللي بعدها راح نحكي تفصيلا عن الني جوينت بس هاي المحاضرة هنا راح تكون overview نهاية هاي المحاضرة أكيد هاي الباتيلا وهذا المنسكس تمام يعني الديسك اللي بين الجوينت وهاي مثلا كوندايلز مال الفيمر ويا كوندايلز مال التيبيا وهاي السيرفيسز اللي هنا تمام وأكيد أنا عندي ليجمنتس هاي الكولاترال ليجمنتس كولاترال ليجمنتس تمام تمام هاي اللاترال كولاترال ليجمنت تمام كانت عندي فد شيء يفصلها عن المنسكس عن اللاترال منسكس شنو هذا الشيء كان شيء من يتذكر
ذكي. من يتذكر هذا الشيء اللي كان يفصل لي اللاترال كولاترال ليجمنت عن اللاترال منسكس؟ ها شباب، البوبليتيوس ما صار عافية، التندن مال العضلة اللي هي اسمها بوبليتيوس، بينما بالميديا ما عندي. إذا وين راح تكون الحركة أكثر، بالميديا ولا باللاترال؟ ده اللاترال ما يتحرك، بس ميديا الحركة حرة، والدليل انه اللاترال نقدر نثنيها للداخل اي بالضبط. بس ما نقدر نثنيها للخارج. اوكي، فهاي البات اللفت. تمام، زين اكو كان ليجامنت تيجي منها منين؟ من الركتد، من الكوادرسبس فيمورس. شو اسمه هذا باتيلار الليجامنت اللي هنا؟ باتيلار ليجامنت. هو عفوا مو ليجامنت، اسف، مضبوط. وين يسوي الانسرشن هذا التندن؟ تيوبركل، اكو تيوبركل هنا اي باللي باتيلار بالتيبيا، اي بس لا تبرس عشان تجي. خوش قاعدين ما شاء الله. اي الفشل بس علمني ادرس، ها الفشل والدرجات الرسم علمني ادرس. اي لا شوي شوي بالتجارب، مرحلة أولى بعدنا يعني، إذا ما نغلط فت هواية الله نتعلم. فهسه راح نجي هيك، أنا أحكي لكم فد شيء يعني عنها، وبعدين بالمحاضرة الجاية راح نحكي بشكل أوسع. فهاي اللاترال كوندايل، هاي الميديال كوندايل اوف ذا فيمر، وهاي اللاترال كوندايل اوف ذا فيمر. تمام، وهاي الميديال كوندايل اوف ذا تيبيا، وهاي الميديال كوندايل اوف ذا او هاي اللاترال كوندايل اوف ذا تيبيا. بيناتهن عندي فد منسكس، هاي الديسك هنا وديسك هنا، واحد اسميه لاترال منسكس وواحد اسميه ميديال منسكس. تمام، هاي منا ومنا ميديال collateral ligament و lateral collateral ligament، وراح يجي ايضا منا ومنا هذا التند اللي انا سميته شنو؟ سميته شو اسمه؟ تيبيال، نسيت اسمه، الله هسه قالت لي احكي لي انا راح من بالي من لساني. الليجامنت اسمه تيبيا، شو اسمه باتل الليجامنت، بس التندن باتيلا، اسمه اي اي تيوبركل اللي تيبيا، اللي هو عاشت التيوبركل موجود باتيلا بالتيبيا. ليجامنت، باتيلر ليجامنت، راح طفر من لساني الليجامنت، صار 10 مرات اقوله من اتذكر طفر. اي هسه راح نجي البونز اللي تسوي دي، اكيد الفيمر هو والكوندايلز ما تسوي التيبيا والباتيلا، هذني العظام اللي يكون لي الني جوينت، بس الفابيلا ماكو، ما لها علاقه، نوت دايركتد. والني هو عباره هي عن لاعب، الفابل حتى ما تجلس بالفيمر، ها ايوه هي بالضبط. اذا الفيبولا، طلب ضمن اي بالضبط، وانا هم مره سويت لكم اي ناس هو انا محمد بس اللي عدي انا ما عليه. لك بس جيتي اجيتي، عافية عليك. وأكرر الفيديو. The largest and the most complex joint in the body. تتذكرون بالأبر لين احنا قرأنا عن الجوينتس، كنا جوينتات تكون كومباوند يعني مركبة، واكو سمبل واكو كومبلكس. كان الكومبلكس هو يا هو الني جوينت، لان بيش جيت في هواي عظام وهواي ليجمنتس. Knee between the medial and lateral condyles of the femur, convex, and the corresponding condyles of the tibia. عرفناها. Patellofemoral hiding joint, ما بين الباتيلا والفيمر، between the patella والفيمر. خوش حكي. Articulation. Above ويامن the condyles of the femur. من فوق ويا الفيمر. خوش. من ويا الكونتيبيا. Cartilaginous meniscus. Cartilaginous meniscus. يعني فد اقراض غرفيه اللي صار ما بين في ما بين الكوندايلز. The articular surfaces of the medial and lateral condyles of the tibia are often ايضا referred to clinically as the medial and lateral tibial plateus. هاي فد فد كلينيكال فد موضوع يعني طبي او سريري نقدر نقول عليه، شو اسمه؟ اسمه tibial plateus. ما اعرف شنو ترجمتها بالعربي، بس هي يصير علما داخل الأقراص أعتقد.
ما عندي معلومة دقيقة يعني شنو ترجمتها بالعربي. The articulations in front is the articulation between the lower end of the femur and the patella. من فوق من قدام ما بين lower end of the femur ويا الباتلا هاي من قدام. Articulation الكابسول اكيد كل جوينت لازم بي كابسول. The capsule is attached to the margins of articular surface. هذا صار عبارة مثل نص المحفوظ يعني دائما وقت ما تلقون كابسول راح تلقون هذا التعريف في بداية ان the capsule is attached to the margins of articular surface and surrounds the posterior aspect of the joint. وش يسوي؟ تكون من ورا تمام؟ يعني مو من قدام. الكابسول دائما كانت من قدام الجوينت كله بس ما موجوده الباتلا صارت بوستيريرلي وايضا تفتر هيك وتحول بوستيريرلي يعني تحول تلاقيها من قدام من ورا صار عبالك مثل سمكه القرش تمام. شوف هاي القرش عبالك ان فرونت ذا كابسول از ابسنت يعني من قدام ماكو كابسول لان الباتلا موجوده. Remittent synovial membrane bulge upward beneath the quadriceps tendon وعندك في synovial membrane ويا الكوادرسيبس تندن فورم سوبراباتيلار بيرسا. سوبراباتيلار بيرسا هنا تمام. هاي بعدين هذني معلومات راح نحكيها بالمحاضرة اللي بعدها بكل تفصيلها. الكابسول سترينث من اللي يسوي سترينث؟ اكيد باي ذا باتيلا. الكابسول سترينث باي ذا اكسبانشن فروم ذا تندن اوف فاس لاترالس وميديالس اللي هو يا هو هذا التندن من الفاس لاترالس اللي هذا التندن من بالمجمل ان الكوادرس فيمور قالت اسمها باتيلا ليجمنت ليجمنت تمام. بيهايند بالكبسول بيهايند اند الكبسول من يغطي يقوي الاكسبانشن اوف سيمي ممبرينوز ماسل لين كانت من اذكر عائشه بوقت حكيت وياها على السيمي ممبرينوز قلت لها على البوستيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا ومن موجود على البوستيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا السيمي ممبرينوز والبوبليكال ليجمنت والاوبليكال ليجمنت ان open capsule بروبيتيس احنا بروبيتيس مصر من مميزاته انه هو ما عندي اوبننج حتى مميزات هاي العضلة بروبيتيس مصر lies within the capsule of the knee وتم بعون الله. خلصنا هاي المحاضرة ساعة تقريبا او اقل من ساعة ما اعرف اذا كان بالنسبة لكم او لا بس اتمنى انكم وصلتكم كل الافكار وعذروني على الايام اللي